لحضراتكم كل مشاهدي قناة تي في في كل مكان، وحديث لا ينتهي عن عطاء أيضا لا ينتهي. بنكمل مع حضراتكم في جزء آخر عن الأب الغالي والراحل دكتور ثروت باسيلي. لما بنقف قدام شخصيته الحقيقة افتكرت داود الملك. داود الملك اللي رغم كل مشغولياته ومسؤولياته كملك، داود الملك الإنسان اللي كان بسيط، راعي غنم، لكن ربنا اختاره من وسط كل ناس يمكن من وجهة النظر البشرية كانوا هم الأصلح والأقدر أنهم يكونوا في موقع المسؤولية، لكن ربنا دايما لما بيختار بينظر للقلب، بينظر للبساطة. ربنا قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، ولما سيد المسيح قال كده لأنه بيدور دايما على بساطة القلب، وده اللي بنشوفه لما بنقف قدام شخصية دكتور ثروت باسيلي. بنشوف بساطة القلب وفي نفس الوقت بنشوف الإنسان الناجح واللي نجاحه بيمجد اسم ربنا. بنقف قدام شخصيته ونقف كمان عند الآية أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إزاي كنت رجل أعمال ناجح؟ إزاي كنت خادم أمين؟ إزاي كنت أب وراعي أيضا أمين؟ لسه بنكمل كلامنا عنه، بيسعدني ويشرفني نكمل حديثنا ولقائنا مع أبنائه المباركين مدام منى ثروت باسيلي. برحب بيكي، أهلا بيكي أستاذ إليا ثروت باسيلي، أهلا بحضرتك معنا. اسمحوا لنا أن احنا ندخل ونتعمق مرة تانية لحياة دكتور ثروت، ونحاول ان احنا نكشف ولو جزء من حياته ومن شخصيته اللي كتير مننا نفسه يتعرف عليها ونفسه يتعلم منها ونفسه يستفيد منها، لاننا مش بنذكر مجرد مواقف ولا حاجات حلوه، لكن هو كان قدوه، والقدوه دي يعني تعليم، واحنا نفسنا ان احنا نتعلم منه. حابه ان انا ابدا مع حضرتك في الجزء ده من الحلقه عن فكره ان احد ابنائه ياسس بيت جديد، ياسس كنيسه جديده. أكيد دي كان ليها مواصفات وشروط وأمنيات أيضا، كان بيتكلم معاكي عنها لما يكون عندك بيت هتعمل إيه، إزاي تختاري شريك حياتك، يعني في المرحلة دي اللي أنت وصلتي لسن الارتباط بابا كان بيتكلم معاكي إزاي، من صحيك بإيه؟ أهم حاجة رأي ربنا الأول. مش مهم مين، مش مهم أي حاجة تانية، المهم رأي ربنا إيه. وبابا كان ليه شروط، لازم يكون شماس وبعض الشروط الأخرى. فلما تستوفي الشروط يبتدي الصوم والصلاة والأداديس. الشروط أهمها أنه يكون شماس، أولها وأهمها أنه يكون شماس، وبعدين الصوم والصلاة والأداديس، ونسمع رد ربنا هيقول إيه، عشان يربى عياله في الكنيسة يعني. طبعاً. مش مجرد شرط والسلام يعني، بس عشان يبقى مرتبط بالكنيسة ويربى عياله فيها. ما بالنسبة لي على المستوى الشخصي طبعا، لأنه هو إحساس أنه الرجل رأس المرأة، والرجل هو هيبقى كاهن البيت يعني. يعني ممكن لو هو مش كده ممكن أنا هيبقى صعب أن أنا حارب لوحدي أوديهم الكنيسة أو كده، فقائد لازم. أما بالنسبة لأن يعني أقود الأسرة إزاي أو كده، كان زي ما طلعتي، زي ما تربيتي، زي ما كنت بتشوفي بنعمل إيه، وكان أي حاجة بحتار فيها بابا وماما موجودين وأروح أسألهم وأخد رأيهم وكده. لكن في الأول كان حريص أنه يقعد معاكي يقولك لو قابلتك مشكلة تصرفي بالشكل ده، حاولي أنك تكوني حكيمة، أنك تكوني هادية، أو بعض النصايح لأي أب ممكن يكون بيديها. هل في حاجة مختلفة فضلتي طول حياتك لغاية لما يعني بقى عندك أولاد وأولادك كبر قدامك، النصيحة دي ما بتغيبش عن عينيكي؟ نصيحته رأي ربنا الأول. لكن بالنسبة أن أنا عندي مشكلة وأروح أحكيها له، لا بابا، أنت وجوزك ده بيت لوحدكو، ما يعرفش عنه حاجة، بس لو حس أن أنا متضايقة يصلي لي. مش مهم في إيه، المهم منى انت في حاجه مضايقاكي؟ يا بابا شويه. طب صلي كتير. ما بيحاولش يلحق عليك يعرف المشكله يتدخل فيها بطريقته ويحلها. ده انا لو انا من دقتي، وكون انه بابا بقى وعاوزه احكي له وافضفض له وكده، هو ما بيسمعش يعني، مش دي يعني، يسمع لحاجه تانية. لكن لو بيني وبين شريك حياتي دي بتاعتك ودي تصلي لها،
لو مثلا انا قبل مشكله مع حد في الولاد مثلا ماده معينه المدرس كذا متضايق كده، طب يا منى اتصرفي بالشكل الفلاني، حاولي تبقي هاديه، ما تنفعليش، ما تقوليش اي تعليقات قدام الولاد عشان ما تضايقهمش وعلشان ياخدوا الموضوع ببساطه ويعرفوا انه قوه الاراده مهمه ووقوف ربنا معاهم مهم كده. لكن يمتص غضبك من المشكله ويحاول يديكي هدوء عشان تفكري بحكمه. عشان عشان افكر بحكمه وبهدوء وادفع الولاد للامام، مش غضبي يوقفني مكاني او يحسسهم احنا مظلومين. لا، مفيش كده. في ان طب انت عملت اللي عليك، ربنا اكيد هيكمل. جميل، ان في اباء يمكن هما بنصيحتهم وقت المشكله يخلوا الانسان يثور اكتر ويغضب اكتر، يشجعوا فيه الحته دي ويخلوه لازم تدور على حقك، وده طبعا يزود المشكله. استاذ ايليا، نفس الفكره، فكره الارتباط لكن للابن، الامتداد ليه والاسم، هل الموضوع كان مختلف بالنسبه لدكتور ثروت؟ طريقه اختيارك ولكن الحريه موجوده، فرحته بيك يوم ارتباط حضرتك وتاسيس كنيسه جديده؟ لا، هو كان فرحان جدا طبعا، وما فيش فرق ما بين زي ما قلت ما بين ولد وبنت، بس برضو هو يعني فاكر يوم اتجوزت كتب هو الدعاوي على الاقل للناس اللي هو يعرفهم كده، كتبها بايده، هو كان خطه زي ما بيقولوا كده سلاسل ذهب يعني. كان يجيد جدا كتابه الخط العربي الانيق، وكان زي ما يكون بيرسم يعني، مش بيكتب. وأول دعوة، أول كذا دعوة يعني، دايما كانت بيكتبها للسيد المسيح والعذراء ومثلا ماري جرجس ومريمين والبابا كرولوس، يعني بيكتب لهم الدعوة، بيكتب لهم الدعوة عشان يجوا يحضروا قدام الأيقونة بتاعتهم. دي أول دعوة، يخصص دعوة ويكتب عليها الاسم ويحطها قدام الأيقونة، الأيقونة بتاعته. يعني انا مش عارف لو دورت على ايهم ولا لا، بس يعني دي انا فاكرها كويس يعني. ومش بس فرح انا، فرح اخواتي كمان، كان دايما يكتب اول مثلا ده طقس. اكيد ده نقل يعني لحضرتك ولكل الابناء احساس ان يوم العرس ده ويوم الفرح ده كل القديسين والناس اللي كان مكتوب لهم الدعوه بالفعل موجودين ومباركين الفرح. بالظبط. في درجة في ناس كانوا بيبقوا حاضرين الفرح يطلعوا يقولوا احنا كنا حاسين احنا في ليلة عيد مش في فرح يعني. ده لأنه في مدعوين مختلفين طبعا يعني. احساس البهجة ان ربنا دايما زي ما يعني حسينا من كلامكم عن كل التفاصيل في حياته، ربنا في الأول لازم يكون موجود، بعدها بالظبط الفرح يتحس بجد. بالظبط، لازم ربنا يكون الأول عشان نحس بالفرحة الحقيقية في الأفراح كده، وحتى أعياد الميلاد كده. في أعياد الميلاد برضو كنا يجيب المعلم من الكنيسة ونعمل تمجيد وسط الاحتفال بعيد الميلاد، يعني الاحتفال التمجيد الأول للعذراء والقديسين لأولادنا على اسمهم يعني، وبعد كده الاحتفال بالتورته والحاجات دي وهابي بيرز والكلام ده. لحظات الاشتياق ولحظات الانتظار لاول حفيد، لو حضرتك وصفتها لنا كانت عامله ازاي؟ اول حفيد هو ابن اختي نيفين الكبير كورولوس. الحقيقه هو يمكن من اكتر الاحفاد اللي احنا فاكرين له حاجات وهو صغير، لانه طبعا كان عشان اول حفيد وكده، هو وماما كانوا طايرين يعني من الفرح. كان في طقوس معينه يعني، حاجات معينه هو حريص انه يعملها مع احفاده، سواء يوميه اسبوعيه في المناسبات، حاجه اساسيه ما ينفعش يوم الحد عنها. يوم الحد لازم نتجمع كلنا عنده بعد القداس ونقعد ونتغدى معاه، سواء اتغدينا في البيت او اتغدينا بره، المهم ان احنا يوم الحد ده
بتاع الاولاد والاحفاد ولازم نقعد معاه يعني. ولو حد يعني منى ساعات بتبقى في امريكا هي وجورج بالتليفون يطمن عليهم ويسالها رحتوا للقداس ولا لا، لو الظهر والصبح كانك موجوده معاهم يوم الاحد برضو في البيت. ونيجي ماشيين ماشيين ليه اصلا بابا مثلا في كذا ورانا كذا بتاع، ما كانش بيبقى عايز نمشي يعني. طبعا كان بيبقى عايز نستمتع بيهم يعني. ارتباطه باحفاده يعني متابعته ليهم يعني. حضرتك اتكلمتي عن فكره انه لما بتكوني زعلانه لان درجاتهم او في ماده معينه فيها مشكله بيحاول انه يمتص غضبك، لكن انه يتابع كل تفاصيل حياتهم معاكوا زي ما كان بيعمل معاكوا وانتوا صغيرين، هل فعلا كان بيعمل كده؟ صدقيني لو قلت لك يمكن اكتر شويه يعني. بابا في وقت ما احنا كنا بنكبر كان سفريات كتير عشان خاطر توكيلات الأدوية وكده، ومع هذا كان يعني يقرأ درجة في الشهادة، ودي اللي قلت ودي اللي زادت يعني. يا ريت تبقى أحسن. بيتكلم مع الولاد نفسه عشان يحفزه ولا معاكم؟ عننا نيفين وإليا وجورج ومونا. لكن لما بيبقى مع الأحفاد بقى لما بيقابلهم أسبوعيا عاملين إيه؟ يقولوا له يا جدو ده احنا بنعمل بروجكت على كذا، طب جميل، طب مثلا حصل كذا، طب برافو برافو، أنا كده فخور بيكم. كان سألت حضرتك عن النقطة دي لأن دايما الأب والأم هم بيربوا أبنائهم بيبقى فيه نوع من الشدة، يجوا الأحفاد نلاقي الدلع كله ولما نسأل بابا ما أنت كنتش بتعمل معنا كده، فبيبقى الابن غير الحفيد. فدكتور صارت كان بيتعامل مع أحفاده بنفس المنطق الحزم مع الحنو، هو حنين جدا لدرجة ممكن لو أنا زعلتهم يشتكوني البابا. لكن في نفس الوقت حاجة تخص دراستهم أو حياتهم الروحية لا بيسألهم باستمرار ويحب يكلم معاهم وكده. ما كان متعته يقعد يسألهم أسئلة بالذات من الإنجيل ويشوف إجاباتهم يعني بيسموها البايبل تريفيا دي، بيقعد يقول لهم حاجات وده كان حصل فين ودي الشاهد بتاعها إيه وحاجات زي كده. وكان بيتبسط لما حد فيهم يجاوب صح يعني. جدا بتابع حياتهم الروحية وعلاقتهم بربنا جدا. لو جمعنا عنده في البيت مثلا لو احنا في شهر كياك لو مناسب لكياك يبقى يلا نقول امدح في البتول، افتح فاي بالتسبيح، نقول مديحة. هو من نفسه من لو قاعد بينه وبين نفسه كده على طول يدندن مثلا بشيريني ماريا. على طول في حاجة يا يشجعنا بيها يا يسألنا عليها يا حاجة يعلمها لنا جديدة أو يشرحها لنا أو كده. دايما اسم ربنا وذكره وتسبيحه موجود على لسانه في حياته دايما. الإنسان اللي قبل تعبه سوري قبل تعبه الأخير قعد فترة يرتل بالذات بالليل، وكان بيرتل تراتيل قديمة بتاعت جده و من 3:30 لـ5. أنا شخصيا ذهلت إن هو تراتيل طويلة جدا يعني أبيات مثلا كل واحدة 19 أبيات ولا حاجة زي كده يقعد يقولهم حافظها كلها حافظها صم غيبا كده يقعد يقولها. وتراتيل أنا يمكن ما سمعتهاش، في بعضها ما سمعته منه قبل كده وفي بعضها ما كنت سمعته منه قبل كده في آخر 15 يوم قبل تعبه الأخير. أنا لسه كنت أقول لحضرتك هل أنواع التراتيل دي كان متعود أن يقولها في طول حياته ولا يعني حسيته أنها فترة مختلفة؟ في حاجات كنت أول مرة أسمعها منه وفوجئت أن حافظها صم يعني. في حاجات كنا بنسمعها بيرتلها مع جده جده بتاعنا كنت جده عارفها. ثابت جده ووالده يعني جدي يعني. فبس في حاجات انا شخصيا ما كنتش عارفها ما كنتش سمعتها قبل كده منه. وكان دايما يعني يقولها بصوت وهو في العادي صوته واطي لكن كان يرتل بصوت عالي
يعني في العادي صوته ما مش يعني بالذات لما ابتدت صحته تتعب وكده كان بيبقى صوته مش عم يعني هادي يعني منخفض. لكن التراتيل بالذات كان يقولها بصوت كده وكأنها تسبيحة. وكان ساعات يقول تراتيل ويبكي معها يعني يتأثر بيها ويبكي معها. صلاة صلاة قوية جدا. احنا كنا بنسمعه من برا الأوضة يعني كنا برا يعني أنا كنت بسمعه هو بيبقى في أوضة بيبقى وصل لكم إحساس إن هو دلوقتي بيصلي مش بس بيرنم اللي تبقوا حاسين إنكم تسيبوه لوحده في الوقت ده يعني حد رافع قلبه بيرنم وبيصلي. لا هو يعني بيخلص التراتيل ويبتدي يذكرنا اسم اسم كل واحد يا يعني نيفين وجوزها وولادها بالأسامي شخصية شخصية يصللها ويخلصنا كلنا وبعد كده ممكن ياخد ناب تانية لمدة ساعة ساعتين لأن الكلام ده مثلا بيبقى 3:30 الصبح ياخد يمكن يقعد 5:30 يرنم ويصلي وممكن ينام شوية تاني وبعدين يقوم وممكن يكمل. ده اللي خلاني في بداية لقائنا النهاردة وده بالفعل تذكرت داود النبي سبقت عيناي وقت السحر لأنه حتى مش فكرة أنه لما يصحى يبتدي يسبح ولا يرنم لكن حتى في وقت النوم حتى قبل الناس ما تقوم وهو بيفكر في ربنا وهو نايم اسمه أو لسانه بيذكر اسم ربنا. لسه يعني هكمل مع حضراتكم حديثنا لكن خلونا نخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا عن الأب الغالي دكتور ثروت باسيل. ان الانسان يشوف ان ربنا كرمه وان اداله انه يكون خادم امين ليه اكيد دي مسؤوليه كبيره قوي على عاتق الانسان ولازم يكون قدها ولازم يكون امين فيها. وزي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا على مدار الايام اللي فاتت ومن خلال حياه دكتور ثروت قد ايه كان هو الخادم الامين اللي عارف انه ربنا كرمه وانه اداله بدل الوزن وزنات لازم يكون حريص عليها ولازم يتاجر ويربح بيها وبالفعل انه نجح انه يسمع الصوت الالهي نعما ايها العبد الصالح والامين لانه فعلا كان امين مش بس في القليل لكن كمان في الكثير. برحب بكم مره تانية وعلى كلمات التسبيح اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل وحرص الانسان في كل لحظه من لحظات حياته انه يذكر اسم ربنا. هكمل عن التفاصيل في حياه دكتور ثروت.
هو مش بس كان حريص ان هو اللي يعرف ربنا ولا ان اسرته وولاده، لكن كان نفسه يدخل التسبيحه والترانيم وكلمه ربنا والانجيل في كل بيت. وهنا لازم نقف عند الصرح الكبير، الصرح الاعلامي، الكنيسه اللي نجح دكتور ثروت انه يدخلها في كل بيت. اسمح لي استاذ ايليا يعني ابدا معاك من اول الرحله، والفكره جت عند دكتور ثروت من امتى؟ وازاي كان بيحلم بيها؟ وازاي كان بيتكلم عن الفكره دي معاكم في البيت؟ هو الحقيقه حتى هو نفسه قال الكلام ده، انه في ناس كلموه، يمكن اكتر واحد كلمه في الموضوع ده هو سيدنا أبا مرقص، وقال له ان دي حاجه كويسه. هو كانسان ناجح بطبيعته ما كانش بيحب يخش في حاجه وتفشل، فكان دايما بيقول لسيدنا انا ما معنى ماليش في المجال الاعلامي ده، واخاف اخش فيه افشل، وانا ما احبش الفشل. فسيدنا يعني كان بيشجعه كده، فبابا بطبيعته منظم جدا، حتى في تفاصيل صغيرة. يعني مثلا كل جيب من جيوب بنطلونه أو بدلته معروف بيحط فيه إيه، بيحط القلم هنا والإنجيل هنا، وكان دايما ماشي بإنجيل في جيب بدلته، صليب صغير. فهو منظم في حياته جدا. وفي الشركات برضو قال أنا ما ينفعش أمشي كده بدون نظام يعني. وطبعا في الآية اللي بتقول إلهنا إله نظام وليس إله تشويش، وكان دايما بيستشهد بيها. فلما يأسس أي مكان سواء شركة أو غيره دايما يحط لها نظام، فهو اهتم جدا بوضع نظام، ما يبقاش مجرد ناس موجودة. فإحنا بنشوف يعني في أماكن أخرى ناس اتجمعوا عملوا عمل سواء شركة قناة أي حاجة، إنما الحمد لله إن هو أسس لنظام. هنا النظام بيخلي إن مهما الكيان كبر هو متماسك، صحيح، ما يبقاش يعني في لو الكيان مثلا في 4-5 تنفار غير ما يبقى في 50 غير ما يبقى في 500، فيعني دي غير دي. ومع هذا هو بيهتم حتى بالكيانات الصغيرة، نعمل لها نظام ولايحة وحضور وانصراف ونظام مرتبات ونظام حوافز ونظام شغل واللي بيسموه الدورة المستندية أو الورك فلو بتاع الشغل، كل حاجة زي أي شركة كبيرة، زي كأنها شركة بالظبط. لدرجة أنه أخذ الأساس أو البيسس بتاعت اللايحة، لائحة العمل بتاعت أمون، وطبقها هنا في القناة مع تطويعها طبعا لمجال عمل القناة. فعشان كده زي ما قال سيدنا البابا شنود الله ينح نفسه إنها ولدت كبيرة، علشان هو اهتم بالتفاصيل الصغيرة دي، هي اللي هي في النهاية بتدي الصورة الكاملة طبعا. وكان بيتكلم عن ده طول الوقت، عن الرسالة. يعني بالنسبة للنظام المؤسسي زي ما حضرتك ذكرت كان قد إيه منظم مرتب وحريص أنه ما يفشلش من البداية، يكون ليه نجاح، لكن هدفه ورسالته كانت واضحة. طبعا طبعا يعني، واتكلم في ده في كل الاجتماعات العامة اللي اتعملت مع الناس وقتها وكده، ووصلوا للناس سواء في اجتماعات عامة أو اجتماعاته الخاصة معهم. وكان دايما بيقوله لنا لما نروح ناخد مثلا رأيه في برنامج عايزين نعمله أو في حاجة عايزين نعملها، دايما كان الهدف قصاد عينه، يعني ما بيحدش عنه يعني. مدام منى، حضرتك كنت متوقعه من بدايه الفكره ان تحقق النجاح ده؟ يعني في قنوات كتير، ويعني سواء قنوات مسيحيه بشكل عام كعمل اعلامي، مش كل القنوات بتكون ليها نفس نسبه النجاح ولا لها نفس نسبه المشاهده،
لكن لما حضرتك سمعتي ان خلاص بدأت الخطوات الأولى لتأسيس قناة سي تي في، كنت متوقعة اللي القناة وصلت له النهاردة وإنها جوه كل بيت مسيحي لازم تكون موجودة، ولا كانت أنت وجهة نظرك إيه فيها؟ بصراحة كنت متوقعة، لأن زي ما هرد عليكي بآية زي ما بابا كان بيعمل، وكان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح، كنت عارفة أن بابا لما هيعمل حاجة إن شاء الله هتنجح ببركة ربنا، ما بيعملش غير اللي بيرضي ربنا، بس كنت متوقعة أن الحرب هتبقى عليها قوية. بابا كمان كان حابب أنه يخلينا نختار مع الاسم، فاللي قال له كرايست تي في واللي قال له كوبتك تي في واللي قال له، فقال لنا طب خلاص انا هلم كل اقتراحاتكم وهروح لقداسه البابا وهو ينقي. فقلنا له اوكي. فلما بابا عرضهم على قداسه البابا قام قال له طب ما هي سي تي في دي تبقى كرايست وكوبتك وتشانل وكله، ف كلهم مشتركين في اول حرب فناخد اختيار قداسه البابا. طبعا كنت متوقعه نجاح، مفرحاني جدا، اكتر حاجه بحب اتفرجها وانا بره كل ليله التسبحه والصلوات الاجبيه، ف يعني جميل طبعا. ويمكن لو قلنا الناس بتتابع طبعا على التتر بتاع كل البرامج الدقه والالتزام، فحتى ان يكون في مراجعه لغويه للكلمات للخط يكون مكتوب ازاي، للالحان للترانيم، يعني كل حاجه فيها دقه، اعتقد دي كمان كانت بتوجيهات دكتور ثروت. طبعا هو اللي انشا اداره المراجعه وقال لازم كل حاجه تتراجع، ف هو انشا اداره المراجعه وقال انه قبل لازم يبقى فيه يعني زي ما مثلا احنا في حاجه في يمكن الناس ما تعرفهاش او اللي ملوش علاقه بتصنيع الدواء ما يعرفهاش، في كواليتي كنترول في كل شركه دواء، بس الكواليتي كنترول مش بيستنى لما تبقى الحاجة بقت منتج نهائي ويراجعها ويشوف مطابقة ولا مش مطابقة. في حاجة اسمها الان بروسيس كنترول او الاي بي سي، ده بيبقى كواليتي كنترول جوه المصنع في مراحل التصنيع المختلفة، علشان مثلا عملنا خلطنا المواد مع بعضها يراجع الخلط ويشوفه متجانس ومتوازن، ولو خدت اي عينه هي نفس العينه ولا لا، مثلا الماده دي نقصت هنا ولا بتاع عيد الخلط تاني وهكذا. العجن كده الكبسول اقراص مثلا وهي اقراص كده او المحاليل او لغايه لما يطلع منتج نهائي. هو تقريبا عمل نفس الفكره دي هنا يعني ب الخلفيه بتاعه مراقبه الجوده في المصنع الادويه، هي اللي طبقها بشكل مختلف هنا. ما اعتقدش ان يعني ما اعرفش، بس يعني اعتقد انه قنوات كتير ما عندهاش حاجه زي اداره المراجعه دي، اعتقد مش عايز ابقى ظالم لحد، بس يعني احنا بنراجع كل حاجه قبله وبعد، يعني السكريبت بيتراجع، المنتج النهائي بيتراجع، ما بينهما بيتراجع قبل ما يطلع على الشاشه، امر الاذاعه بيطلع من اداره المراجعه. طبعا احنا حريصين ان كل الساده المشاهدين كمان اللي يكونوا عارفين ده، ان المنتج النهائي اللي بيطلع على الشاشه زي ما حضرتك بتقول بيمر بكل المراحل دي، وبيطلع تقرير من المراجعة يقول انه الكليب الفلاني في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية في الغلطة الفلانية، ترجع للمونتير يصلح وهكذا لغاية لما يطمنوا ان هو سليم يخش اذاعة. وكان حتى في مناقشة يعني طريفة بره قبل ما نخش نسجل انه اللقاء ده هيتراجع ولا لا. كان طبعا
يعني اداره المراجعه بتضمن انه ما يحصلش اي هفوه من اي نوع. الكمال لله وحده، ولكن احنا بنسعى. ممكن جدا يبقى في اخطاء، لكن بنسعى ان ما يبقاش في اخطاء اكيد. ولما بيكون في حاجه يعني احنا بنشهد بده دايما بيكون في توجيه لينا اننا نتدارك الخطا ده بسرعه وانه ما يتكررش وكل حاجه سواء عقائديا عشان نقدم للناس الحاجه صح، عشان احنا جوه كل بيت عايزين نتعلم وعايزين نشوف. يبقى لازم لما نسيب اطفال يتفرجوا على القناه يسمعوا كلمه، يسمعوا ترنيمه، يسمعوا تعليم، يكون تعليم عقائدي لاهوتي مظبوط زي ما الكنيسه سلمته لنا. طبعا مدقق. طبعا في حاجه اكبر حدث يعني كان هزني، بابا لقيته بيكلمني يوم اظن يوم خميس العهد بعد الظهر قبل ميعاد البصخة في يوم، وبعدين بيقول لي انت يوم السبت هتكونوا فين؟ قلت له في البيت. فبيقول لي طيب، فبقول له حوالي الساعه كام؟ قال لي الظهريه كده. فقلت له بابا هنبقى بنريح من ليله ابو غلامسيس عشان ننزل كنيسه العيد. فما قال لي طب افتحي السي تي في عشان في مفاجاه. فقلت له طب ايه هي؟ قال لي بتبقى مفاجاه ازاي؟ بس فكانت مفاجاه ليا حكايه نقل نور المقدس. انا كنت يعني هطير من الفرحه ساعه لما شفتها اول مره وكلمته، وكنت بدايله جامد جدا يعني يكاد يكون رفض حتى يسمع الشكر والدعوات حتى لو مني. كفاية ان هو كان بيدعي لحضرتك ولولاده وبيدعي لكل الناس، وكفاية قلبه اللي كان على كل واحد، هو كان كل اللي بيفكر فيه ازاي يفرح الناس. حاجة بتحكي عن النور المقدس ده اكيد ازاي ساعة لكل انسان نفسه انه يكون موجود في الكنيسة ده حتى في القدس ويشوف ده يوصله له لغاية عنده. حتى بعد كده لما بقيت الكام سنة الأخيرة في شيكاغو كان فرق التوقيت، كان بيكلمني هو وماما عشان موافقة الفجر تقريبا بتبقى 3 الفجر أو 5، يلا يا منى افتحي يلا يا منى افتحي عشان أشوف عشان تشوفي النور المقدس. دخل الفرحة جوه كل القلوب. طيب خلينا نروح لأستاذ إيليا ونجاح دكتور ثروت. هو يعني حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، قد إيه هو ما كانش بيحب يدخل في حاجة ويفشل فيها. كتير واحد يبقى متخصص في حاجة معينة وما يقدرش يعمل عمل تاني، بتبقى قدرات ربنا مديله. لكن الحقيقة دكتور ثروت في كل ما كانت بتمتد إليه إيده كان ربنا بيديله النجاح. بالتبعية ده اتنقل أكيد لأولاده. حضرتك في مجالك العملي كرجل أعمال اتعلمت منه إيه؟ يعني ازاي كنت بتشوف ان نجاح وده لا انا كمان ممكن احققه واتعلم منه؟ يعني انا اتعشى من اكون اتعلمت منه حاجه كويسه، بس هو في معلومه ما اعرفش، يمكن ما اعرفش اخواتي حتى يعرفوها ولا لا. بابا ابتدى حياته العمليه صيدلي في مستشفيات وزاره الصحه، وهو نفسه اللي قال لي انه كان مرتبه وقتها بالظبط، يعني هو كان فاكره بالظبط 29 جنيه و17 قرش. فهو انسان عصامي زي ما الكتاب بيقول، يعني بنى نفسه بنفسه طبعا ببركه ربنا، بس فضل على هذا. لأنه كان أكبر إخواته فهو اللي كان مسؤول عنهم. ابتدى سنة هو اتخرج 61، 66 فتح الصيدلية في أسوان، صيدلية ثروت في أسوان، وما زالت على ما أظن أنها تحمل نفس الاسم في 66. هو قال لي برضو انه ابتدى الصيدلية دي بألف جنيه رأس مال فقط لا غير. طبعا وقتها كان ألف جنيه برضو رقم يعني، بس مش هو الرقم
الضخم اللي ابتدي، وهي كانت أكبر صيدلية وقتها في أسوان، وهو اللي ابتدى حاجة اسمها الخدمة الليلية، أنه 24 ساعة الصيدلية شغالة وفي صيدلي قاعد. وكان دايما معروف بالتركيبات، يعني كان دايما حد يروح له مثلا عنده كحة ولا حاجة زي كده، يعمل له تركيبة للكحة ياخدها مرتين يخف. كان بيستغرب في الأيام الأخيرة أنه فكرة التركيبات دي اضمحلت خلاص من الصيدليات، ما فيش حاجة اسمها حد يركب حاجة، يعني صيدلي يركب دواء دي يعني، في حين أنه هو لأنه بدأ حياته بالمنظر ده، فكان باستمرار يعني شايف أنه ده حاجة مهمة، ما بيبخلش بعلمه على الناس. وكمان موضوع التركيب ده لأنه بيبقى بالملي والمايكروجرام والحاجات اللي زي كده، فده علمه الدقة في كل حاجة، كل حاجة هو مدقق للغاية يعني. وكان محبوب جدا في الصيدلية في أسوان يعني. الناس كلها كانت تحبه وتثق في الدواء اللي بيركبه، لدرجة ساعات لما يديلهم دواء يقولوا له لا احنا عايزين تركيبة منك انت. فابتدى 66 الصيدلية، 76 ابتدى أمون التجارية اللي هي توكيلات، 85 أو 86 ابتدى مصنع الدواء، يعني كانت مراحل كده. وفي كل هذه المراحل هو كان ناجح نجاح كبير بشهادة الجميع يعني. فهو أنا ما أعرفش لو يعني أنا ما ابتدتش البداية بتاعته، ما اعرفش لو كنت مكانه كنت هقدر اعمل اللي عمله ولا لا. اغلب الظن لا، بس يعني هو زي ما قلنا انه كان مدقق ومع نفسه ومع ربنا، فربنا اداله كتير يعني. النجاح واكيد النظام والتدقيق ده اللي اتنقل لحضراتكم ساعدكم برضو، ولسه هيخلي حياتكم اللي جايه ان شاء الله افضل. وصدقيني دموعك غاليه جدا، وانا حاسه بيكي وعارفه انه وجع الفراق صعب، لكن محبته كبيره ويمكن هي السبب الاكثر في دموعك اللي احنا شايفينها دلوقتي. خلينا معاكم مع الساده المشاهدين نخرج لفاصل ونرجع مره تانية نكمل حديثنا عن الاب الغالي دكتور ثروت باسيلي. Mm-hmm.
الكتاب لما قال ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، هي مش مجرد كلمات، لكن الصديق، الإنسان المحب ربنا، الإنسان اللي كل أعماله بتشهد لربنا في كل حياته، في بيته، في ولاده، في عمله، في كل حاجة، فعلا ذكرى بتدوم الأبد، محبته في قلوب الناس بتفضل وبتدوم الأبد. الإنسان بيرحل وبيسافر لمكانه، لكن سيرته الحسنة وأعماله وحبه هو اللي بيفضل وسط الناس. أنا برحب بيكم مرة تانية، لأن الإنسان دايما القريب من ربنا بتبقى شهوة قلبه إنه يسافر ويروح ليه، وطول الوقت بيطلب ده ويبقى حاسس إنه غريب، غير ناس تانية كتير ممكن تكون متمسكة بالأرض، متمسكة باللي عندها، متمسكة حتى بنجاحها اللي هي حققته. أعتقد إن دكتور ثروت كان مختلف في دي تماما. ولو يعني أنا عارفة إن الكلام في الموضوع ده يعني بيوجع وبيتعب، لكن خلينا نفتكر ونتكلم عن المرحلة الأخيرة في حياته والأيام اللي كان تعبان فيها، وشهوة قلبه وكلامه عن السماء كانت إزاي. كان بفكر في الموضوع ده، بيديكم تمهيد وجرس إنذار إن أنا قربت أمشي؟ حصل. كان من حوالي سنة وهو بيقول أنا رحلتي خلصت، أنا رسالتي خلصت. كنا دايما نقول له ما تقولش كده بابا، لو سمحت الكلام ده بيوجعنا، بلاش تقوله. طب ما انتوا لازم تفهموا، ما انتوا لازم تسمعوا. كنا رافضين تماما الفكرة، بس هو كان ربنا أعلن له عن حاجة، وما قالها لناش بالظبط، هو ابتدى يلمح لنا وكده، بس احنا يعني كنا متشبثين جدا انه لا تفضل معانا. وبعدين ما كانش تعبان التعب اللي هو نقدر نقول ان دي نهاية الرحلة. طيب بتتكلمي على من سنة؟ لا، وحتى في القريب، فترة قريبة آخر. بس فكنا حاسين انه مر بتجارب صحية قبل كده كتير، والحمد لله عدت على خير وبقى كويس وكده، فكنا حاسين دي تجربة من ربنا مش لي قد ما هي لينا عشان نتعلم منها حاجة، وهتعدي، بس ربنا أراد كده. هو حتى دايما لما كان يقول الكلام ده نقول له بعد الشر على حضرتك، يقول لي كويس كويس، ما انا عارف بعد الشر وكل حاجه، بس لازم يعني لازم ما معناه تعوا الكلام وتركزوا وكده. واخر فتره قبل ما يتعب التعب الاخير كنا في امريكا، واللي احجز لي ارجع مصر. قلت له حاضر يا بابا، بس ليه؟ قال لي انا زهقت عايز ارجع. قلت له احنا كنا في مصر والدكاترة هناك قالوا لو تقدروا تسافروا سافروا، علشان هما كده قالوا يفضل لو في مقدرة للسفر يبقى يسافر يتعالج برا احسن. وما كانش الموضوع زي ما منى بتقول، ما كانش الموضوع يعني حاجة كبيرة يعني او حاجة. قال لي ما احنا قاعدين مش بنعمل حاجة. قلت له احنا عملنا فحوصات كذا وكذا وكذا، وقلت له يعني وفضل حاجة بسيطة وفي عملية كان مفروض تتعمل ونرجع بعدها يعني إن شاء الله وكده. يكون استرد صحته. سمع وسكت. تاني يوم لقيت ماما بتقول لي الصبح بصبح عليهم، قالت لي تعال عايزك إيه؟ قالت لي بابا صحي الفجر. قال لها قولي لإلي يحجز ويرجعني مصر بدل ما تتبهدلوا بيا. قلت لها ليه بس بيقول كده؟ هو اسم الصليب يعني كويس ومفيش حاجة، يا بس العملية دي والدكاترة قالوا فحوصات القلب كويسة وفحوصات المستوى السكر في الدم والحاجات اللي زي كده كانت كويسة، وتقريبا يعني شبه جاهز العملية يعني. هم هناك ما يعملوش اي حاجة الا لما يطمنوا على كل حاجة الاول.
بعدها مش فاكر بقى في نفس اليوم ولا يوم قبله ولا يوم بعده مش فاكر يعني. كنا في بناء يعني في زيارة للدكتور بيعمل كشف أو حاجة زي كده، وإحنا راجعين فأنا يعني سنده ومدخله أوضته، فكان الكرسي اللي متعود يقعد عليه في الأوضة مشغول عليه حاجات وبتاع، فقعد على كرسي بعيد كده وأنا بفضيله الكرسي التاني عشان يقعد عليه. فلقيته بيندهلي يا إلي، قلت له نعم يا بابا، دورت وبصله قال لي خلي بالك من ماما وأخواتك. فقلت له ليه بتقول كده يا بابا؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر وتخلي بالك مننا كلنا. قال لي اسمع بس اللي أقول لك عليه. قلت له طيب طيب، وخرجت بره الاوضه وسبته علشان ما يسترسلش في الموضوع ده، لان انا مش كنتش حابب اسمع يعني. مفيش بعدها بيومين ثلاثه تعب ودخل المستشفى وقعد في المستشفى فتره يعني، وبعد كده ربنا بقى سافر للمكان اللي كان بيحبه ويشتغل. هو كان بيقول انا هنتقل في نفس العمر اللي انتقل فيه والدي. وده حصل جدي. بالفعل كان نفس العمر، يا دوب فات كم شهر يعني، قفل السنه بعد جده بكم شهر بس يعني عيد ميلاده اللي فات كان حاجه كبيره قوي لينا، عشان السن اللي كان قال هينتقل فيه كان عدى، ما كناش عارفين ان الفرق كم شهر. وصبحيه ما تعب واتنقل المستشفى فبقول له مالك يا بابا، كان الفجر، كانت حوالي 3 إلا 3/4 الفجر، فقال لي انا كده خلاص. فبقول له ليه حضرتك بتقول كده؟ بس انت عشان تعبت فتره طويله واول ما العمليه تتعمل. قال لي نفس الكلمه وقلت له يا بابا ده من طول فتره التعب، من طول فتره التعب زهقت ف قام قال لي طيب طيب اعمل لكم ايه؟ انتوا مش عاوزين تفهموا. قلت له طب معلش يا بابا، حاول تريح وتنام شويه دلوقتي عشان انا صحي حضرتك على الساعه 8، ابونا جاي على الساعه 10 يناولك. 8:30 تقريبا كان بيتنقل المستشفى، بس ابونا راح ناوله بعد كده في المستشفى 3 مرات قبل انتقاله. 8:15 او 8:15 كان الاسعاف عندنا تقريبا. كان التناول اللي كان بيحبه وكان حريص عليه لغايه اخر لحظات في حياته. ابونا ناوله 3 مناولات. انا كنت قلقانه من 3 مناوله عشان عارفه انه كان مستني. ناوله 4 وجمعة و6، هم 3 قلاديس و3 مناولات و3 ايام صلاه. زي ما كان بيقول لكم تصلوا وتصوموا 3 ايام وتحضروا 3 قداسات، وهو كمان اتناول ال3 مرات. ايوه. لحظات اكيد يعني اللي نفتكرها حاجة مش عارفة يسمحوا لي اخواتي ان انا اقولها، احنا الـ3 الـ4 كلنا شفناه بالدنيا في احلام مختلفة. نيفين شافته قبل السفر، جورج شافه قبل انتقاله بيومين، وانا قبل انتقاله بيومين او 3 او يوم مش عارفة. ليا قال لنا امتى؟ كلنا ما حكيناش لبعض. اولا وجودنا في المستشفى ما اديناش الفرصه ان احنا نحكي، ثانيا ما كناش عارفين نفسر ده معناه ايه، وخايفين من معناه ان احنا نحكي لبعض، مستنيين لما يقوم بالسلامه ونحكي، مش عايزين حتى تتكلموا فيه بالظبط. فكلنا في نفس الاسبوع تقريبا او في نفس ال10 ايام مثلا، كل واحد يشوفه في حلم مختلف بالدنيا، وما نحكيش لبعض ونتفاجئ بعد انتقاله لما حكينا لبعض. حضرتك لما شفت الحلم برضه حسيت بنفس القلق اللي بتحكي عنه مدام؟ كأننا ما كناش مصدقين في الحقيقه، حب يورينا حاجه عشان نصدق. مش عارفه الاحفاد يعني، مش عايز اقول هو مين عشان هو طلب
ان انا ما اقولش شاف حاجة. طبعا لما كنا احنا متأثرين جدا بعد النياحة ده كان يا تاني يا تالت يوم جالي وقال لي تعال عايز اقول لك على حاجة. قلت له خير؟ قال لي لا خير، حاجة تفرحك. فقال لي انه انا شفت جده احنا قاعدين بعيد كده وكانت مامته جنبه وناس تانية وفي الوش في صفوف فروس ناس كتير، وقال لي جده قاعد في اول صف وعلى الشمال كده في عرش كبير، وقال لي الجالس على العرش. حسيت في الرؤية أو الحلم ده أن هو الله الآب، وكان لابس تاج كبير قوي مرصع بأحجار كريمة كتيرة جدا، صليب برضو كبير قوي، سلسلة زي سلسلة تخينة تقيلة جدا يعني. وقال لي جده كان قاعد في الوش كده ولقيت انه اتنده على اسمه، فقام وجي قدام العرش، فالجالس على العرش لبسه صليب زي اللي هو لبسه بس اصغر كتير يعني، وبرضه تاج بس اصغر كتير، وكان بابا بعدين وكان اصغر في السن كتير وماشي مارش وماشي كده. بابا في الاخر من تعبه وتعب ظهره كان بيمشي بالراحة ومحني شوية كده، وكان بيحب دايما يمسك في ايدي او ايد حد في اخواتي. فقال لي لا، كان ماشي ماشية زي العساكر كده وشاب يعني، زي كانه شاب يعني، وبس انا مدرك في الحلم ده والرؤية دي ان هو جده، مش ان هو حد صغير. وبعدها راح قعد مكانه وكان قاعد يعني مبسوط كده ومبتسم ومتهلل يعني. يمكن الحكايه دي اللي حواليه كانوا زي بيسقفوا له وبيتركوا له. قال لي كل الناس اللي كانوا قاعدين حواليه كانوا زي بيباركوا له وبيسقفوا له متهللين بيه كده يعني. وبعت الرساله دي اكيد للتعزيه، واكيد الواحد لما يشوف الناس اللي بيحبهم والغالين عليه في المكانه الكبيره دي ده يهون عليه وجع الفراق بالتاكيد. احنا شفنا الاحفاد وزي ما اتكلمنا على مدار حلقتين على علاقة دكتور ثروت بيهم وتربيته ليهم وازاي كان متعلق بيهم، هما كمان مشاعرهم كانت عاملة ازاي، لبس الأبيض اللي هما كانوا لابسينه اللي كمان ده ادانا احنا واحنا بنشوفهم وهم واقفين بالمنظر ده سلام وتعزية كبيرة. هما اللي فكروا في انهم يكونوا لابسين كده، هما فرحانين بمكانته أكيد، خصوصا بعد الرؤية والحلم ده، مش كده؟ أكيد طبعا. هو في العموم مبسوط وقال لي ان انا بقول لك علشان ابسطك يعني. هو في العموم لما كان يشوف ولادنا يعني لابسين حاجه غامقه او كان ما كانش يحب كده يقول لهم انتوا ملايكه. بالظبط، يشوفهم ملايكه. استاذ إليه، دكتور ثروت قد ايه كان انسان وطني وكان بيحب مصر ومرتبط بيها وقلبه دايما مهموم بمشاكلها، مشاكل الأقباط اللي عايشين برا مصر، أقباط المهجر وغيرها كتير قوي، والرحلة الطويلة لغاية لما وصل أرض مصر وإحنا حسينا أنها يعني بالفعل احتضنته لما وصل ليها، أنه يكون موجود هنا في وسطينا داخل الكنيسة اللي هو بيحبها واللي أسسها، برضو ده كمان ليه معنى كبير. هل دكتور ثروت اتكلم مع حضرتك برضو غير أنه كان عاوز يرجع قبل انتقاله
انه في حاله انتقاله هو هناك لازم ارجع وسط بمكان معين يكون موجود فيه، يعني في كلمات محدده قالها لحضرتك بخصوص ده؟ قال الكلام ده قبل كده بس مش المره دي، مره قبلها مثلا 3-4 سنين او حاجه. وانا طبعا حتى لو ما قاليش انا ما كنتش هعمل غير كده، ما اقدرش يعني، ما اقدرش احنا يعني نبقى في حته وهو في حته اكيد. بس دايما الانسان بيطلب كمان المكان اللي هو بيحبه وبيرتاح فيه، واحنا حاسين بده من اول لحظه وصل فيها لارض مصر، وكلنا كنا بنتابع الحقيقه. يعني انا مش عارفه اقول عليها ايه، ثوره حب شفناها لكل الناس وهي بتستقبله ولكل القلوب وهي بتستقبله. يعني احنا عندنا كلام كتير ونفسي اعرف عنه اكتر، نفسي ادخل جوه شخصيته جوه حياته اكتر، والكلام عنه مش بيخلص. لكن لو قلت في اخر اللقاء حضرتك حابه النهارده تقولي له ايه، هو اكيد سامعك وشايفك وحاسس بيكي، نفسك تقولي له ايه؟ هقول له ما تسيبنيش يا بابا زي ما كنت دايما اكلمك وترد عليا وتنصحي، خلي جنبي ورد عليا وانصحي. هو أكيد سامعك وجنبك واللي في السما دايما شايفينه بيشفعوا فين. أستاذ إيليا، رسالة برضو حضرتك حابب تقولها النهاردة لدكتور ثروت، تقول له إيه؟ أقول له قطعت بينا قوي، أقول له أذكرنا وأنا عارف مش إنسانة يعني. أكيد بشكركم على كل التفاصيل اللي انتوا كلمتونا فيها عن إنسان فعلا مهما كنا بنشوفه وكنا قريبين منه لكن كان نفسنا نعرف عنه أكتر. إنسان دلوقتي حاسين بوجوده وبشفاعته أكتر كمان ما كان موجود معنا على الأرض. بشكركم لأنكم أكيد امتداد لي في وجودكم معنا، وأكيد هنكملوا المسير. احنا منجيش كده اهدى، أو أنا عن نفسي يعني ما أعرفش أعمل كده، معرفش أعمل أي حاجة من اللي كان بيعملها. زي ما بنقول له هو شكرا، أنا كمان بقول لكم شكرا، بقول لكل أبناء دكتور ثروت بسيلي شكرا، شكرا لأنكم هتفضلوا امتداد لي. سعدت بلقائي معاكم جدا وبالحديث اللي أمتعني أنا شخصيا. أستاذ إيليا ثروت بسيلي بشكر حضرتك ومدام هنا شكرا، ثروت بسيلي شكرا لوجودك معنا. ربنا يعزيكم ويعزينا وينفعنا بصلاته، كسبنا شفيع جديد في السماء. شكرا لكم. شكرا. احنا على مدار حلقتين بالفعل اتعلمنا حاجات كتير جدا، لكن الرسالة الأخيرة اللي نفسي أقولها لحضراتكم في نهاية الحلقة النهاردة أن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، أشبار هي حياتي على الأرض، بل هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. مهما عشنا مهما طالت حياتنا هتخلص، وفي يوم هنسافر لمكاننا الحقيقي اللي المفروض يكون الهدف بتاعنا. الشاطر اللي يعرف يحسب حساب رحلته كويس جدا، الشاطر اللي عارف ان هنا عالم مؤقت وانه في وقت من الاوقات لازم يقف قدام الديان العادل ويعطي حسابه وكالته. سنكسر كنيستنا دايما مفتوح، شهدائنا وقدسينا وشخصيات كتير معاصره كانت عايشه بينا، يمكن ربنا الذي لا يترك نفسه بلا شاهد في وقت من الاوقات بيسمح انه يظهر بر ناس كانت موجوده معانا، هي ما بتحبش المديح، ما بتحبش تتكلم عن نفسها، بتحب تدي طول الوقت وتحب طول الوقت ويكون ليها بصمه في حياتها. يا ترى بعد ما تمشي هتسيب ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يسال نفسه بعد ما نمشي من على الارض، عملنا حاجه ولا زي الاف جم ومشوا ولا حد فاكر هم عملوا ايه؟ استمتعت جدا واخدت بركه، وبتمنى ان كل اب وكل ام يكونوا تابعوا معانا الحلقات النهارده يعرفوا ان بيتهم وحياتهم واولادهم وزنه ربنا هيسالهم عنها، ومن خلال حياه الاب الغالي والارخن والخادم الامين وحاجات كتير قوي شفناها من خلال حياه ورحله عطاء لا تنتهي دكتور ثروت بسيلي، اتمنى يكون قدوه لينا ونتعلم منها. مره تانية بشكر حضراتكم على حسن متابعتكم والى اللقاء.